ازيكم يا بنات، واهلا بيكم تاني في القناة. انا نوش، والنهاردة عندنا فيديو ميك اب نو ميك اب لوك اللي كنتوا طلبتوه مني. ده مش ستايلي في الميك اب اكشلي، او ستايلي في الايام اللي ما بيبقاش ليا خلق فيها احط ميك اب، بس دي ايام قليلة في حياتي الصراحة، فاتمنى اكون ان انا نجحت ان انا اعمله. فلو عايزه تعرفي ازاي عملت الميك اب لوك دوت، كملي الفيديو للاخر، وما تنسيش لو عجبك الفيديو دوت تعملي له لايك وشير كتير 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 مع صحابك، وكمان تعملي سبسكرايب في القناه وتدوسي على علامه الجرس عشان يوصل لك اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدا. اول حاجه هنحط كريم المرطب او كريم النهار من بوتانكس، وطبعا اكسكوز موا الحساسيه مرمه لي عيني الناحيه دي ومحمره وشي وسبوتس حمراء في كل حته، فكل ده ان شاء الله هيروح في الناتشرال ميك اب، مش عارفه ازاي بس هنحاول يعني. وبعدين هنحط كريم العين من سوب اند جلوري، وبعدين هنحط مرطب الشفايف من تشابستيك، بعدين هحط طبقه فاونديشن خفيفه جدا من فاونديشن ميبلين فيت مي، اكشلي لسه بجربه تحت التجربه دي، تالت مره ليا بستخدمه فلسه ما عنديش الصراحه يعني راي متكامل عنه. وبعدين بالسبونج هعمل بلند للفاونديشن او ازاو. في النو ميك اب، ميك اب عايزين الفاونديشن ما يبقاش مغطي البشره، او البشره هي اللي تبقى باينه من تحت الفاونديشن، علشان دي ايحاء ان دي بشره طبيعيه مش حاطين عليها اي حاجه. وبعدين هعتمد على الكونسيلر، ده كونسيلر من لوريال اسمه بيرفكت ماتش، علشان نغطي العيوب اللي في الوش، هي دوت اللي هنركز عليه في النو ميك اب ميك اب. ودايما قبل ما تدمجي الكونسيلر اديله 30 ثانيه لدقيقه كده بس يثبت في المكان واللون يثبت في المنطقه اللي انت عايزه يحصل لها كفرج. وبعدين هدمج الكونسيلر بالبيوتي سبونج، وبعدين هثبت الوش كله بباودر شفافه كومباكت من اسنس. بعدين دلوقتي هملى الحواجب بقلم من جولدن روز، هو قلم فاتح، ممكن تحطي اي درجه طبعا انت عايزاها. وفي النو ميك اب ميك اب لوك هنحاول نخلي ما نغيرش في شكل الحواجب بتاعتنا الطبيعيه، بس هنملي الفراغات ونظبط بس الشكل. علشان ندي دفء للعين او نعملها زي كونتور بس حاجه خفيفه جدا، هستخدم باليت ميت مات تريموني، وهستخدم اللون البيج الفاتح ده جدا، او هو لحمي تقريبا مش بيج، وهوزعه على الجفن كله. وهو ممكن الكاميرا ما تلقطش لونه من كتر ما هو لونه يعني ناتشرال جدا. طبعا اهم حاجه في الاي شادو في الميك اب ده ان احنا نعمل دمج للاطراف، علشان ما يبقاش واضح ان احنا حاطين اي حاجه فوق العين. الدمج بيكون انك تروحي تيجي على الطرف وحركات دائريه رايح جاي، وحاجه بسيطه بنفس اللون هنحط تحت خط الرموش. ودلوقتي هستخدم كحل من اسنس لونه اسود. انا مش هرسم ايلاينر ولا هكحل عينيا، بس همشي بس على خط الرموش بالكحل علشان يديهم سمك او زي شادو كده، ان هم كساف معرفش انا هي كساف كلمه حقيقيه في الحياه ولا لا، بس وهعمل زي وينج صغير جدا. مش مهم اذا الخط مش مظبوط لان احنا هندمجه بالفرشه. هاخد فرشه صغنطوطه خالص، وهي دي اللي هدمج بيها الكحل فوق العين. واخر خطوه في العين هنحط ماسكارا، بس عايزين نحط ماسكارا ما تعملش الرموش اوفر او تخليها مكلكعه او سوادها يبقى باين. فاذا ما عندكيش ماسكارا او ماسكارتك لسه جديده، حاولي ما تستخدمهاش في اللوك دوت. هاتي ماسكارا تكون مش افكتيف قوي، او ماسكارا تكون بتنتهي خلاص. ففي الحاله ديت هستخدم ماسكارا، وبعدين هحط بلاشر بيبي بينك كده من اسنس، وهحط طبعا حاجه بسيطه جدا، مش عايزين يبقى باين ان في بلاشر. وفوق المناخير هنحاول نوصل الحته ديت علشان يبقى الحمار باين ناتشرال. وبعدين هستخدم هايلايتر ذا بالم ماري لو، وهاخد حاجه بسيطه جدا على الفرشه، مش عايزين الهايلايتر يبقى باين، بس حاجه تدي كده هيلثي لوك او تنور الوش.
وهحط الهايلايتر طبعا على عظمة الخد، المناخير، فوق الحاجب، حاجة بسيطة تحت الحاجب، على الدقن وفوق الشفايف وفي الانر كورنر او في العين من جوه. بعدين هستخدم محدد الشفايف ده من فلورمر، لونه بينك نود كده، والليب لاينر هو اللي هنستخدمه كروج، وهخففه طبعا بسبايب حاجة بسيطة وعمله بلند كويس. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة ميك اب نو ميك اب لوك. يارب يكون عجبكم واستفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. ولو عجبك الفيديو دوت متنسيش تعملي له لايك وتسيبي لي كومنت برأيك وتعملي شير مع صحابك ومتنسيش تعملي سبسكرايب طبعا في القناة. واخيرا وليس اخرا، لو عايزة تعرفي اخبارنا واخبار القناة متنسيش تتابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات. هتلاقي كل الاكاونتس تحت في الديسكريبشن بوكس فوق الفيديو دوت. لو انت على الفيسبوك كانت بتظهر على الشاشة خلال الفيديو، كمان هتظهر في اخر الفيديو. واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.